بي. الراديو زمان وزمان، سحر الماضي. البئر المهجور تمثيلية كتبها محمد كامل حسن، يخرجها ديمتري لوقا. ضيعت أول مرة عام 1956. أهلا أبي عادل، اتفضل. فين زينب؟ جوه، اتفضل. أبلة زينب، أبلة زينب. أيوة يا سلوى. أهلا، بونجور يا عادل. بونجور زيزي. أنا أنت ما رحتش الشركة النهاردة؟ أنا قدمت استقالتي خلاص. استقالتك؟ ليه؟ قاضي بس، جالي جواب من السويس النهاردة، وافقوا خلاص على شروطي بعد ما قطعت الأمل، لأني بعت الجواب من 5 أشهر. مش فاهمة، جواب إيه؟ جواب إيه إزاي؟ بقى أهم مشروع في حياتنا يا زينب، مش فاكراه؟ ده أنا قعدت أكلمك عنه ساعات. الشركة بتاعت البترول. أيوة يا ست، الشركة بتاعت البترول. أنت ناسية؟ أنا بعت قلت لهم عن المشروع بتاعي، لأن الحتة اللي هم بيفحتوا فيها دي أنا درسها كويس، لأني أعتقد أن البترول جوه الأرض له شبكة أنهار داخلية لها نظام مخصوص، والنظرية دي أنا كنت اتناقشت فيها وأنا بحضر لبكالوريوس الهندسة مع أستاذ الجيولوجيا. لكن الله، أنت سرحانة في إيه؟ أبدا مش سرحانة ولا حاجة يا عادل. مش سرحانة إزاي؟ أنا أراهن إنك ما سمعتيش كلمة واحدة من اللي أنا قلته. إزاي بس؟ لكن كنت بفكر في... بتفكر في إيه؟ لأن أنا ما كنتش متوقع أبداً إنهم يوافقوا على الشرط بتاعي. تصوري عقد لمدة 5 سنين بما هي شهرية ثابتة 100 جنيه، ولي 10% من أرباح أي بير للبترول يلاقوها نتيجة نظريتي. 10% يا زينب، هنبقى أغنية، أغنية جداً. الله، حاجة غريبة، أنت بتعيطي؟ لا أبدا أبدا مش بعي. مش بتعيط إزاي؟ أمال إيه الدموع دي؟ لا ما فيش حاجة، بس إيه؟ أنت طبعا هتسافر السويس. ما أنا قدمت استقالتي من الشركة النهاردة، ويمكن بكرة أصرف المكافأة وحسافر على السويس على طول. هتقعد هناك قد إيه؟ ده حسب الظروف يا زينب. طيب زي ما يعجبك يا عادل. لا أنا مش فاهم إيه اللي مضايقك. أنا كنت أنتظر منك إنك تكوني أسعد واحدة في الدنيا، إنك تشجعيني. دي وظيفة الست مع الراجل اللي عنده أمال، مش تعيطي وتخليني أتشائم. تتشائم ليه يا عادل؟ أنت أصلك قلت لي قبل كده إنك مش هتقعد في السويس نفسها، في خيمة في الصحراء، وطبعا حتى لو اتجوزنا مش هتقدر تاخدني معاك. واخدك معايا هناك ليه يا زينة؟ أنت ذنبك إيه؟ إيه اللي يخليكي تقعدي في خيمة في وسط الصحراء في حتة مقطوعة بالشكل ده؟ يعني مش هنشوف بعض إلا نادر. أنا بمجرد مسافر وربنا سبحانه وتعالى يوفقني ونعطر على أول بير للبترول، حاجة على طول ونكتب الكتاب. وطبعا ما فيش شك إنك لما تتجوزي راجل له مركز وغني هتكوني سعيدة وفخورة بيه. أبدا يا عادل. أبدا إزاي؟ أنا ما يهمنيش أبدا إذا كنت تبقى غني أو تفضل زي ما أنت، ما يهمنيش خالص يا عادل. وإذا كنت عاوز الصراحة، أنا ما كنتش عاوزك تستقيل. ما كنتيش عاوزاني أستقيل؟ إزاي؟ يعني أفضل طول عمري موظف أستنى الترقيات بالدور؟ ده كلام تقوليه؟ ده التشجيع اللي أنتظره من خطيبتي في أسعد يوم في حياتي؟ لكن الحق علي أنا، لأني أول ما جاني الجواب جيت لك جري عشان أوريه لك. الحق علي أنا مش عليك أنت. ليه بس يا عادل؟ بتسأليني ليه؟ بقى تقوليلي إنك تفضلي بقائي في الشركة موظف على المستقبل الضخم اللي أنا منتظره، ومش عاوزاني أزعل، ومش عاوزة أملي يخيف فيكي. على أي حال اللي علي عملته أنا حسيبك، لأن ورايا حاجات كتير لازم أخلصها قبل ما أسافر. رايح فين؟ لازم أرتب أموري. هشوفك إمتى؟ مش عارف، هبقى أكلمك في التليفون. لازم هتيجي قبل ما تسافر يا عادل. في الغالب. مهندس عادل عبد الرحيم. ايوه يا فندم. انا اسماعيل زكي، مهندس ومندوب شركه البترول. اهلا وسهلا. اتفضل، عربيه الشركه بره. طيب يا سيدي، متشكر. ايوه
في مفاجأة كويسة منتظراك. مفاجأة ايه؟ المدير مرضيش يقولك في الجواب اللي بعتناه لك لاننا ما كناش متأكدين. انا مش فاهم انت عاوز تقول ايه. انت لما بعت المشروع بتاعه المدير طبعا احاله على قسم البحوث الفنية. ده الكلام ده من 5 أشهر. ما هو يا دوبك، لانهم فعلا بعتوا بعثة من المهندسين في الحتة اللي انت قلت عليها، وطبعوا نسخ كتير من الخريطة اللي انت رسمتها. من 3 أيام بس اكتشفوا فعلا بترول، بير جديدة. كده يعني خلاص اكتشفوا بير جديدة بناء على المشروع بتاعي؟ امال الشركة بعتت لك ليه؟ الله يبشرك بالخير، احنا رايحين على الصحراء دلوقتي مش كده؟ لا 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 لا، هنفوت الاول على لوكندة الجلاء، المدير عامل لك حفلة استقبال هناك. انت انقذت الشركة، لولا المشروع بتاعك ده كانت هتفلس. الآن وقد انتهت كلمات الترحيب للمهندس العبقري الأستاذ عادل عبد الرحيم. أرجو من حضرات المدعوين والمدعوات أن يتركوا له الفرصة لكي يستمتع بوقته هذه الليلة على الأقل، إذ أن أمامه أياما طويلة من العمل المدني الشاق. واللي عاوز أقوله بلاش أسئلة عن المشروع لغاية ما نتأكد 100% من النتائج. إكسلانس، مش تعرفنا بالمهندس العبقري؟ أنا ما قدمتكيش له؟ لا أبداً. طب تعالي. بولا، إيه الحكاية؟ حكاية إيه يا مدحت؟ أنت عمرك ما طلبت إنهم يقدموك الحل، إيش معنى ده؟ وفيها إيه؟ أنا بستغرب، شكله عادي جداً، تغيز أوردينير، إيه اللي عاجبك فيه بس؟ أصل له حصة في أرباح الشركة، يعني كلها كم يوم وحيبقى مليونير. كده. أستاذ عادل، أقدم لك الآنسة. الله، هي فين؟ مدموزيل فولا، فولا انت فين؟ تحت امرك. المهندس عادل عبد الرحيم. شنتي الانسه نبيلة علاء الدين او فولا زي ما بنسميها. تشرفنا يا فندم. انا سعيدة قوي اني شفتك قبل ما سافر مصر انا وابن عمي مدحت. مفيش شك ان البحوث اللي عملتها دي ارهقتك، حتى انها وصلت للنتيجة المشرفة دي. ايوه فعلا. كلمني كتير عن مشروعك العظيم ده. أنا يسعدني قوي إن أسمع واحد عبقري زيك يتكلم عن مشروعاته وعن أماله. غريبة، غريبة إنك تقولي كده. وغريبة ليه؟ أنا أعتقد إن الستات ما يحبوش الكلام عن المشروعات ولا عن أمال الراجل. أيه، مين يقول كده؟ لا 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 يا عادل، اسمح لي أندهلك باسمك. مش عارفة، أنا حاسة لي إني أعرفك من مدة طويلة طويلة قوي، ولو إني مش عارفة إيه شعورك ناحيتي. أنت لطيفة وحساسة، من النادر إن في ست بالشعور ده. أنا سعيد قوي بمعرفتك يا مدموزيل. بلاش مدموزيل دي، قولي فولا. فولا كده على طول. أنا سعيد يا فولا. مش زي أبدا. لكن قولي. نعم. ليه بتفتكر ان الست ما تحبش تسمع عن امال الراجل؟ ده مش معقول، راجل عبقري زيك اي واحدة في الدنيا تتمنى تقعد معاك وتتكلمها عن امالك ومشروعاتك. يا ريت، مش كل واحدة زيك يا بولا. فهمت، انت متجوز؟ لا ابدا. امال ايه؟ خاطب؟ سيبك من الموضوع ده دلوقتي، خلينا عايشين في الحاضر اللي احنا فيه. دي فلسفة جميلة قوي. تحب ترقص؟ الا الرقص، انا احب اسمع المزيكا وانا قاعد. الظاهر ان كل واحد عبقري كده. يا سلام، عمر المزيكا ما اثرت فيا زي دلوقتي. انا كمان متهيألي دي اول مرة اسمع فيها مزيكا. ايه اللي بتريه ده؟ جواب تاني من المهندس العبقري؟ ايوه يا ابن عمي. انا مش عايز اسمع كلمة ابن عمي دي خالص. ليه يا مدحت؟ افرض انك صحيح ابن عمي، مش كنت برضو تتجوزني؟ اسمعي، انا مش مستريح لحكايتك مع اللي اسمه عادل ده. ليه؟ دي مجرد صداقة.
صداقة مفيدة. أنا نفسي ما كنتش فاكرة أن حنجح بالسرعة دي. وفي الجواب بيقول لي أن كل نجاحه في مشاريعه بسببي أنا. يعني بعد كده مش ممكن يرفض أنه يدفع ثمن النجاح ده؟ هيدفعه إزاي؟ أنه مثلا يفك الرهن اللي على الأرض بتاعتنا. أنت بتفكر أنه يدفع 15,000 جنيه؟ ليه؟ وحيجيبهم منين؟ أنت ما عندكش فكرة عن حصته من البترول بلغت قد إيه؟ وفرضي هو عبيط عشان يدفع لك المبلغ ده كله؟ وأكتر من عبيط. خليك عاقل يا مدحت علشان بعد كده نتجوز ويبقى عندنا إيراد الأرض ونعيش كويسين. أنت تفتكر أن أقدر أحب حد غيرك يا حبيبي؟ أنا عندي فكرة أنك ما تقدريش تحب حد أبدا. يا ريت. هات إيدك. أوه ما تبقاش عصبي كده. زمانه دلوقتي عيني قاعد يفكر فيا. اسمع أنا هقوم أكلمه في التليفون. يا ترى وصلها الجواب دلوقتي ولا لسه؟ هي مين؟ بولا. بولا؟ ربنا ينجيك منها. قصدك ايه؟ انا من زمان عاوز اكلمك بس مش لاقي الفرصة. هتكلمني عن ايه يا اسماعيل؟ انها بنت مدير وتحب تخرج وتتفسح وعارف عارف كل ده. لا 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 انا عارف ايه اللي مخليك واقع فيها بالشكل ده، لكن في حاجات كتير انت ما تعرفهاش. زي ايه؟ انت ما بتحبش بولا زي ما انت فاكر. انت بتحب خطيبتك زينب. بحب زينب؟ هو ده معقول؟ كل ما في الامر انها صعبان عليا، مش عارف اتخلص منها ازاي بعد ما خطبتها وبنت املها عليا. وتتخلص منها ليه؟ ما تنفعنيش يا اسماعيل. الله جرالك ايه؟ ما انا حكيت لك كل حاجة. لخمة لخمة قوي، وانا داخل دلوقتي على حياة جديدة ومستوى جديد. عاوز الست اللي تكون معايا ملحلحة تشجعني، يهمها انها تسمع امالي وتفرح عشان نجاح مشروعاتي. مش يستوي عندها اذا كنت موظف على قد حاله او راجل طموح. ما هو ده الحب، الحب الصحيح. ازاي الكلام ده؟ الست اللي تودي الراجل في داهية وتطفي اماله تسمع عطفتها حب صحيح؟ بقى ده اسمه كلام يا اسماعيل. اصل في فرق بين الحب وصنعة الحب. يعني ايه صنعة الحب؟ مش فاهم. يصح تكون زينب ما هياش ذكية زي بولا، لكن ما فيش شك انها بتحبك، بتحبك لشخصك، مش بتحبك علشان انت المهندس العبقري اللي له حصة في الارباح. يعني يوم ما تفشل مشروعاتك دي لا قدر الله تلاقي بولا تهرب منك، لكن زينب تبقى تحت رجليك. انت خيالي قوي. هي زينب دي تفهم الحب ده شكله ايه؟ كل اللي تعرفه ان احنا مخطوبين وحنتجوز جواز عادي زي امها وابوها ما هم متجوزين. الست تقعد لي في البيت تطبخ وتبص في الساعة كل دقيقة والتانية عشان الراجل لما يرجع من وظيفته وشايل معاه بطيخة للعيال. ودي عيشة دي يا سيدي. بلاش يشيل بطيخة معاك، ابقى خد لها صفيح الجاز. اسمع يا عادل، انت بتغلط نفسك. كل ما في الامر ان بولا عرفت تضرب على الوتر الحساس، اتكلمت عن عبقريتك، أشبعت غرورك. أصل كل راجل منا يحب اللي يشبع غروره. وافرض أنا أحب الست اللي بالشكل ده؟ ما هي دي صنعة الحب. لا يمكن واحدة زي زينب تتقن الصنعة دي، لسه خام. هي كلمت مين قبلك ولا حبت مين قبلك يا سعادل؟ دي مش صنعة، ده استعداد. لا أبدا. أنا حضرب لك مثل سمعته من راجل بدوي هنا اسمه عم سلمان، أظنك عارفه. أيوة أيوة، سلمان ده اللي عنده شوية غنم ومعيز وبيمشي يغني بصوته الوحش. ايوه هو ده. مره سمعته بيغني موال بدوي ما كنتش فاهم معناها ابدا، وبعد ما شرحولي حفظته من كتر ما عجبني. والغريبه ان الموال ده ماشي بالظبط على حالتك انت وزينب وبولا. موال ايه ده يا سيدي؟ اسمع سيدي. ليش تغرك ميه المالح يا خي؟ لو شربتها تشوي جليبك شي. واصبر على بنت الاصول شوي، صبر المسافر على بير حلوة مهجورة، ان طول الرشا راح يرتوي ري. ولا فهمت حاجة. ازاي؟ بيقول ان الواحد ما يتغرش بجمال مية البحر ولونها الازرق، لانه لو شربها هتشوي قلبه لانها ملحة. وبعدين بيقول الموال، اصبر على بنت الاصول شوي، صبر المسافر على بير حلوة مهجورة. يعني بيشبه البنت الطيبة المؤدبة بالبير المهجورة، وده تشبيه جميل، لأن البير المهجورة دايما المية اللي على وشها ما تبقاش حلوة،
لازم الواحد يصبر علشان يرتوي من المية الحلوة اللي بعد كده، فهمت؟ بقولك انت بقيت خيالي، يعني زينب هي البير المهجورة وبولا زي مية البحر زرقاء وملحة. بس بيتهيألك، اقرأ جواباتها واقرأ الكم سطر اللي كتبهم زينب، كلام فاضي ما تنفعنيش أبدا يا شيخ. ربنا يهديك. أمال مين غيرك هيكلمني؟ إزايك يا بولا؟ إزايك أنت؟ وحشني قوي. وأنت كمان، يا ريتك تيجي. صحيح عاوزني؟ ودي عاوزة سؤال يا بولا. ما أقدرش أخلفك، هاخد العربية وحسافر لك، هسوق بسرعة 100 كيلو يا عادل. لا لا، اعملي معروف، بلاش السرعة دي، أنا بستنيك. أنا حاجة أشوفك وأرجع على طول، لأني طبعاً مش هقدر أبات يا عادل. بس تعالي وبعدين نتفاهم. حالا يا حبيبي. أرفار أرفار. ايه الحكاية؟ بتغني يا باش مهندس؟ يعني هي الهندسة تمنع الغنى؟ بولا جاية للادي كده. أمال قلت لها تعالي نفذت الأوامر في الحال، ما تقوليش بقى صنعة الحب إلا إذا كان قصدك علي أنا. طب خد جواب مستعجل ليك من مصر. مستعجل؟ من مين؟ خط مين ده؟ عزيزي أبي عادل، بعد التحية والسلام أكتب لك هذا الخطاب دون أن تعلم أختي زينب إنها مريضة جدا، وقد أحضرنا لها الطبيب فقال إن عندها انهيار في أعصابها. والحقيقة يا أبي عادل هي ما عندهاش أي مرض، دي تعملين عشان طول الليل ما بتنامش أبدا، وأطول عليها أنا وماما نلاقيها بتعيط وما بتاكلش خالص، وهي فاكرة إنك خلاص ما بقتش تحبها. نقول لها ده مش معقول، تقول لنا إن قلبها حاسس إنك خلاص نسيبها وعايزة تموت نفسك. أرجوك يا أبي، أرجوك تجي حالا عشان خاطر حياة أختي، إحنا كلنا منتظرين. سلوى، إيه؟ مالك مكشر ليه؟ الجواب من مين؟ ده من سلوى، أخت زينب، بتقول إنها عيانة. عيانة؟ لازم تسافر لها. ما هو أنا حسافر على أي حال عشان أشوف حل الحكاية دي كلها. حل إيه؟ إذا كنت عاوز تفسخ الخطوبة ما تسافرش، لا تقضي عليها. أقضي عليها؟ ليه؟ ما تحاولش يا إسماعيل تعقد الأمور وتفسد سعادتي. سعادتك؟ أنت مش عارف سعادتك فين؟ في البير المهجورة، مش كده؟ هنشوف. ده أسعد يوم في حياتي يا عادل، ماما حتطير من الفرح لما تعرف إنك خطبتني. بس أنا ليا بعض طلبات يا بولا. اخصى عليك يا عادل، ما تسمهاش طلبات، قول أوامر. من قبل ما تعرفيها؟ من قبل ما أعرف. أنا شوية محافظ، وابن عمك مدحت ده عاوزك تقللي شوية من اختلاطك بيه. مدحت؟ ده زي أخويا. إنما ده ابن عمك، يعني صح يتجوزك. أنا أتجوز واحد زي مدحت؟ ده حتى التيب ده ما يعجبنيش أبدا. أنا ما يعجبنيش أبدا الراجل اللي يلمع شعره ويلبس حرير في حرير. أنا يعجبني الراجل الخشن اللي كله رجولة زيك يا عادل. فيه أوامر تانية؟ لا أبدا. طيب عندك ظرف وجواب؟ عاوز أبعت لماما كل حاجة بالتفصيل مدام أنت مش عاوزني أروح النهاردة. تروح إزاي؟ إحنا لازم نحتفل بخطوبتنا. إيه رأيك نروح سينما؟ أنا بقالي أكتر من 7 أشهر ما روحتش السينمات. أيها أنت قاسي قوي على نفسك يا عادل، لازم تعمل حساب فسحتك يا حبيبي زي ما بتعمل حساب شغلك علشان صحتك. طيب أنا هروح أغير البدلة دي على بال أنت ما تكتب الجواب. خدي ورقة من أي بلوك نوت يعجبك من بتوع الشركة، وفي أظرف اهي. حاضر يا حبيبي. إيه الشياكة دي كلها؟ على فين؟ على السينما، وفي خبر مش هيبسطك. عارفه، قالت لي وهي رايحة ترمي الجواب. مين؟ بولا؟ قابلتها وأنا داخل اللوكاندا، كانت بتركب عربيتها، قالت لي إنها رايحة لغاية المحطة ترمي الجواب وراجعة، وعرفت منها إنك خطبتها. طب مش تقولي مبروك؟ وزينب؟ لها ربنا. إذا كان ربنا بيحبك. وقت النصايح فات يا إسماعيل، تعال تعال.
عاوزك تكون لطيف مع بولا لما ترجع. ما عندكش فكرة فرحة قد إيه. ما قدرتش تستنى. قالت لازم تكتب جواب بالتفصيل لأمها. تضحك ليه؟ الله. بضحك يا أخي. عاوز تشوف الجواب اللي كتبته؟ أشوفه ليه؟ وأشوفه إزاي؟ مش بتقول راحت ترميه في صندوق البوسطة عند المحطة؟ أيوة. بس الظاهر إن زينب بنت طيبة فعلا. ولها ربنا صحيح زي ما بتقول. لأن صاحبتك بولا كتبت الجواب بتاعها على بلوك نوت من بتوع الشركة و... فيها إيه؟ ما أنا اللي قلت لها. طول بالك. كتبت على بلوك نوت التوريدات. وربنا عماها عن ورقة الكربون اللي تحت الورقة اللي كتبتها. جيت أعمل إذن توريد لقيت صورة الجواب اللي كتبته لأمها العزيزة لمدحت يا أستاذ. مدحت؟ ابن عمها؟ لا ابن عمها ولا حاجة. اتفضل اقرأ الجواب. حبيبي وروحي مدحت، لقد نجحت، نجحت بسرعة هائلة، وقد خطبني هذا الأبله المغرور وحدثته في كل شيء، وهو على استعداد لدفع الدين وفك الرهن، وإني أرسل إليك هذا الخطاب بالبريد المستعجل لأهنئك وأهنئ نفسي. لك حبي الأبدي وقلبي الذي أضعه دائما تحت قدميك. لا تقلق، سأعود قريبا إلى القاهرة. سلامي إلى والدتي وبلغها هذه الأخبار السارة. حبيبتك إلى الأبد. بولا. الله، رايح فين يا عادل؟ رايح المحطة. ما تبقاش مجنون، ما تقولهاش إنك شفت الجواب. انسى الموضوع ده خالص. جواب إيه؟ أنا رايح المحطة عشان مسافر مصر، رايح أكفر عن جريمتي، رايح لزينة، رايح للبئر المهجور. البئر المهجور تمثيلية كتبها محمد كامل حسن، يخرجها ديمتري لوقا. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.